ما بين نانسي عجم ووائل كفوري وما بين أعمالهم الجديدة والقديمة، استمتع جمهور أبو ظبي هالويك أند بالحفلة اللي أحياها الثنائي على مسرح قصر الإمارات ليلة السبت. وهالليلة نفسها بجدة شهدت حفل افتتاح فعاليات الفورمولا 1 وجائزة السعودية الكبرى مع محمد رمضان اللي حضر برفقة ابنه مثل ما شفنا بالفيديو اللي نشره بحسابه على انستغرام. وعلى السوشيال ميديا أيضا جمهور رمضان اللي ما تواجد بجدة عاشوا أجواء الحفل لحظة بلحظة. وأجواء مختلفة عاشها جمهور الرياض ليلة الجمعة مع نوال الكويتية بالحفل اللي حمل عنوان نوال ناو. اليوم أول شيء بقول عسى الله يعز هالبلد إن شاء الله، مثل ما عزتني وأكرمتني بهالليلة الرائعة. وهالليلة الاستثنائية نوال بدأت بالتحضير لإلها من حوالي 3 شهور وسبقها حوالي 10 بروفات مع الفرقة الموسيقية. أول شيء نشكر حنين على هذا الختام الرائع حبيبي وعلى هذا الشو الرائع، صراحة شيء مفخرة احنا كروتانا نفتخر فيه. وبالفعل هالليلة اشيت فيها كل من حضر وشاهد، ونوال اللي طلت باكثر من لوك رافق اغانيها جرافيكس خاصة زينت مسرح محمد عبده. ان شاء الله يكون نال على رضاكم وعجبكم وحسيتوا انه فعلا مختلف، لان هذه التقنيات اللي احنا سويناها اليوم على المسرح لأول مرة تصير في العالم العربي، إن شاء الله نكون توفقنا فيها. وبهالليلة تجاوز عدد الفرقة الاستعراضية والموسيقية 150 شخص وتنوعت جنسياتهم. معانا من دول كثيرة، يعني معانا من الأرجنتين، معانا من إسبانيا، معانا من فرنسا، معانا من أمريكا، من تركيا، من الكويت، من السعودية. ميكس كان وايد حلو. وكل هالميكس وتفاصيل الحفل بشكل عام أشرف عليها مشعل العروج اللي ما ممكن بهيك ليلة ما يكون إلى جانب زوجته. أكيد ما رح ننسى رفيق دربي وحبيبي وأبنيتي موسيقي رائع أشرف العروج، اللي هو كان صاحب هذه الفكرة وهذه الرؤية وكان معي أول بأول. يعني واختيار مشعل للأغاني اللي قدمته النوال إجا بناءً على تصويت الجمهور. إحنا اليوم حاولنا نقدم القديم والوسط والجديد يعني وضفنا أشياء وسوينا المدلي حتى ننوع بالليلة. إرث فني ما شاء الله عندها حبيبي، تسلم. ومن هالأرشيف الغني استمتع الجمهور بفارس أحلامي، خدان الشوق، حبيت اللي ما يستاهل، القلوب الساهية، تكفون خلو وغيرهم الكتار. هذا دور الفنان إنه يثقف المستمع، يقدم له دائما أشياء جديدة بحدود المعقول والجميل واللي يناسب أكيد كل صوت.